بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بيكم أبنائي بناتي تلاميذ وتلميذات الصف الرابع الابتدائي على قناة محمد عبده للترم الأول مع مادة الرياضيات للفصل الدراسي الأول النظام الجديد مع المحور الأول الحس العددي والعمليات والوحدة الثالثة منه مفاهيم القياس والمفهوم الأول من الوحدة الثالثة القياس المتري. والنهاردة لقاءنا مع الدرس الثالث تكملة الفراغات. تعالوا بينا مع بعض نشوف إزاي هنشتغله ونفهم إيه اللي فيه. درسنا هو الدرس الثالث تكملة الفراغات. الفراغات يعني بمعنى ان في فراغ وانا بشغله بسائل، فلما بيتملي او السائل اللي بحطه ده حجمه بقول عليه السعة، يعني السعة هي حجم السوائل. عشان كده في درسنا ده هتقدر تشرح العلاقة بين الوحدات المترية لقياس السعة، وفي نفس الوقت هتقدر تحول من وحدة لوحدة تانية بين الوحدات المترية لقياس السعة. الجزء الاول في درسنا وهو استكشف لمدة 10 دقائق، هنتحدث عن الاعداد، يعني هنشوف كده مع بعض دلوقتي ازاي هنتكلم مع الاعداد. يعني في فصلك هتبقى السبورة موجودة وهندخل على مسائل هتكتب على السبورة باعداد ونشوف اجوبتها، طبعا مسائل ضرب، ونشوف اجوبتها هتكون ازاي وازاي هنشتغلها. الجزء الاول من المفهوم بتاعنا اللي احنا بنسميه التحدث عن الاعداد. هنبدأ الاول بسؤال، هنقول لك 20 في 2 بتساوي كام؟ هتفكر، هديك وقت للتفكير، وبعدين لما تخلص وعرفت الاجابة ترفع الابهام لاعلى. ممكن تقول ان انا بضرب الاثنين العشرات ده اهي، بضربها في 2 تبقى ب4، وبعدين احط الصفر قدامها تبقى 40. دي اجابة. اجابة تانية انك ممكن تقول العشرين مكررة مرتين تديني 40. اجابة تانية برضو ان انت ممكن تعملها 10 في 2 اللي هي العشرين، يعني 10 في 2 في 2، وتضرب الاثنين في 2 ب4، وبعدين تضربها في 10 تدي لك 40. يعني افكار كتير عشان تحلها. برضو لو تعرضنا لمسألة تانية، 20 في 4 بتساوي كام؟ انت عرفت العشرين في 2 ب40، وبالتالي لو كررتها مرتين هتدي لك 80 اللي هي اجابة دي، يعني 20 في 4 هي ضعف الناتج بتاع 20 في 2. او تعمل نفس الكلام اللي قلناه هنا، ناخد خانة العشرات ونضربها في 4 ب8 ونحط لها الصفر تبقى ب80. افكار ممكن نكررها مع كل المسائل. طب لو شفنا برضو مسألة تانية، 20 في 6، ممكن نكرر دي الناتج بتاعها اللي هو 40 3 مرات، اجمعهم 40 و40 و40، لانها دي 6 ودي 2، يعني 3 اتنينات هيجيبوا 6، وبالتالي يبقى تكرار الناتج بتاع دي 3 مرات هيجيب اجابة دي. دي طريقة. طريقة تانية ان انت تجمع ناتج ده مع ناتج ده، ال 40 مع الـ80 هتجيب لك 120. جت منين؟ لان 2 و4 بيدوني 6، وبالتالي تكرار مرتين، تكرار 4 مرات، تكرار 6 مرات، هو عبارة عن تكرار المرتين زائد تكرار الـ4 مرات. او تتعامل معها برضو انك تضرب العشرات اللي هي 2 في 6 تديك 12، وتحط قدامها الصفر بتاع الاحاد بتاعتنا. ويعني الافكار دي كلها ممكن نشتغل فيها بالاسلوب اللي احنا بنقوله. لو شفنا مسألة تانية، 5 في 7، طبعا دي معروفة، هتقول على طول 5 كررها 7 مرات، يعني هتديني 35. طب لما اقول لك 10 في 7 هتبقى ضعف دي، لان دي 7 متكررة 5 مرات، هنا اتكررت 10 مرات، او ناتج ده ضعف يعني نص ده، وبالتالي دي مدام جابت 35 يبقى دي هتجيب 35 مرتين، يعني 70. او برضو تعمل ضرب الـ1 في 7 ب7 وبعدين تنزل الصفر تبقى 70. لو شفنا مسألة تانية اللي هي 9 في 7، انت عندك 10 في 7، انت عرفتها ان 10 لو اتكررت، ما هو التكرار بيبقى يا اما 10 7 مرات يا اما 7 10 مرات، يا كده يا كده. طب انا هفترض هنا ان 7 اتكررت 10 مرات، وهنا 7 اتكررت 9 مرات، لما اتكررت 10 مرات جابت 70، لما اتكررت 9 مرات نقصت واحدة، يعني 70 انقص منها 7 هتديني 63. واضح الافكار بتاعتنا دي وازاي بنشتغلها؟ طب 5 في 5 عارفين انها بكام؟ ب25. طب لو قلت لك 10 في 5 هتبقى ضعف دي برضو، مش كده ولا لا؟ الخمسة هنا كررناها 5 مرات، لكن الخمسة هنا كررناها 10 مرات، يعني دي 25، لكن دي هتبقى ضعفها يعني 50. او 5 في 1 ب5 ونحط الصفر قدامها هتبقى 50. برضو لو قلنا 20 في 5 بقى نفس الفكرة، يا اما تجمع دي مرتين
يا اما تجمع دي 4 مرات، ما انت عايز 20، هنا كانت 10 وهنا كانت 5، الناتج بتاعها يتجمع 4 مرات هيجيب لك الاجابه بتاعت ال 20، لان 25 الناتج بتاعها 4 مرات هيجيب لك ال 100. طب الناتج دي خد بالك، دي عندي 10 في 5 ودي 20 في 5، يعني دي 50، دي قدها مرتين لان دي 20 5، لكن هنا 10 خمسات، وبالتالي هتجيب لك ال 100. يا اما 5 في 2 بال 10 وتحط برضو الصفر بتاعها هتدي لك 100. طب لو قلت 19 بقى في 5، انت عرفت ان 20 في 5 جايبه لك 100، يعني 20 5 جايبه 100، يبقى 19 5 تجيب كام؟ هتنقص من ال 100 5، هتدي لك كام؟ تدي لك 95. تمام كده حبايبي؟ طب لو انا بقى جيت بعد ما قلنا الكلام ده كله ورجعنا للكتاب بتاعنا، هنشوف ان الـ الكتاب بتاعنا بعد الجزئيه دي بيتكلم على بعد استكشف، يعني بيتكلم على تعلم لمدة 40 دقيقة، خد منها جزء لتحليل الأعداد وإعادة التسمية ب25 دقيقة، يعني الوقت ده طبعا بتاع الفصل، يعني لما تكون في الحصة في الفصل. هو جايب لي هنا، جايب لي مخبار، والمخبار ده بنقول عليه مخبار مدرج، مر عليكم قبل كده وعرفتوه على فكرة. المخبار ده أنا لو مليته بيتملي بلتر، يعني لو جبت إزازة فيها لتر مية وفضيته في قلب الاناء ده هيتملي. طب تعالى نعمل التدريج بتاعه، واضح ان التدريج مش مظبوط، تعالى كده نظبطه كده ونشوف هيتعدل كده بالشكل ده، يبقى قصاد بعضه كده. طب لو ابتديت ادرج، يكتب على السطر هنا يعني الشرطه دي، يكتب بره هبدا ب 100، يعني انا لو حطيت ميه لغايه هنا هتبقى 100. 100 ايه؟ 100 ملي لتر، اسمها ملي لتر، اختصارها ميم لام لام، بقولها ملل يعني مثلا. خلاص كده، لو انا مليت لغايه هنا يبقى 500 ملي لتر. طب لو مليت لغايه الاخر يبقى 1000 ملي لتر. يعني ايه 1000 ملي لتر؟ يعني لتر، يعني مليت دي بلتر. تمام كده، ال 500 طبعا تبقى نصها، مش كده ولا لا؟ زي ما احنا عارفين. طب تعالى بعد ما شفنا الكلام ده دلوقتي نقدر نقول بقى ان اللتر الواحد اللي هو ازازه الميه اللي اتحطت في المخبار ده ومليته لغايه هنا اسمها لتر، يبقى اللتر الواحد بيساوي كام ملي لتر؟ 1000، لان زي ما شفنا في العد بتاعنا جاب لي كام؟ جاب لي 1000. طب دي صفحه 114. تعال ندخل في جزئيه ثانيه، بيقول لي تعاون مع زميلك عشان تحل المسائل. احنا اتفقنا من شويه ان اللتر فيه 1000 ملي لتر، وبالتالي السته هيبقى فيهم ايه؟ 6000. برافو. طب والتسعه هيبقى فيهم ايه؟ برضو 9000. كلام جميل. طب كم لتر يدوني 6000 ملي؟ هتبقى عكس الكلام ده، يعني شوف ال 6000 اهي جايبه 6، وبالتالي 6000 ملي هنا هتجيب ايه؟ هتجيب 6 برضو هنا، يعني باخد خانه الايه؟ الالاف، او بمعنى ادق اخد اللي في مجموعه الالاف، اللي في مجموعه الالاف، يعني هنا عندي مثلا في المساله دي في عندي 10 مثلا في الالاف، يبقى كام لتر دي؟ يبقى 10 لتر. تمام؟ طب نيجي نشوف دي 3 لتر هيدوني كام ملي لتر؟ كل واحد في 1000 يبقى 3000. طب المساله دي قلنا حليناها دلوقتي هتديني كام؟ هتديني 10، 10 لتر بيجيبوا 10000. طب افرض ان انا عايز احول مساله فيها لترات وفيها ملي لترات زي دي، يعني بيقول لي مثلا تقدر تحول لي ال 5403 ملي لتر الى لترات وملي لترات. خانه الالاف فين او مجموعه الالاف فين؟ الخمسه هنا، وبالتالي تبقى الخمسه دي هي الخمسه لتر. طب ده كلام جميل، احنا عرفنا ان الالف ملي لتر بيديني لتر واحد. طب دي كام؟ دي 5000، 5000 ملي لتر، يعني تديني كام؟ تديني 5. طب واللي فاضل؟ اللي فاضل 403. طب نوعه ايه اللي فاضل ده؟ اللي هو التمييز بتاعه موجود اهو، اللي هو الملي لتر، يعني دي 5000 ملي لتر اللي معناها 3 لتر، 5 لتر، وال 403 ده اهي ملي لتر. اذا الاجابه هتطلع لي لما اكون عندي المساله ده، ده الشرح بتاعها، لما اكون عندي المساله دي هقول على طول في الاجابه اللي في خانه الالاف 5 لترات والباقي ملي لترات، يعني 403 ملي لتر. طب عايزين نعمل نفس الكلام مع المسائل دي، هاخد كام لتر هنا؟ ابص للالاف كام هنا؟ 9، يبقى 9 لترات، والباقي هو الملي لتر اللي هو 425. طب لو شفت المساله اللي بعدها 6360، اخد اللي في خانه الالاف السته والباقي يبقى ملي لترات. تمام كده، زي ما كنا بنعمل في الكيلو متر والمتر. طب وبرده الكيلو جرام والجرام،
طب هنا بقى بالعكس، يعني هنا 8 لتر هتبقى ايه؟ هتبقى 8000 عليهم 910، يعني 8910 ملي لتر. 8910 ملي لتر، تمام كده؟ طيب تعال نشوف المسألة اللي بعدها بتقول ايه. حل برضو، بتمتلئ السيارة، انا هعبي البنزين بتاع السيارة، هتشيل عشان تمتلي هتاخد 45 لتر. عايزين نعرف كم ملي لتر اللي اتملت بيه السيارة. ال 45 لتر، كل لتر ب 1000 ملي لتر، يبقى على طول ب 45000 ملي لتر. بسيطة وسهلة ما فيهاش مشكلة. طب استخدم بقى الوصفة دي، ماما في البيت عايزة تعمل سوية، والمكونات بتاعتها ايه؟ 100 جرام من الأرز قصير الحبة، و500 ملي لتر من المية، و750 ملي لتر من الحليب البارد، و100 جرام من السكر الناعم، و5 ملي لتر من الفانيليا، و500 ملي لتر من حليب جوز الهند. يا ترى لاحظت حاجة في اللي قدامك ده؟ شوف كده وفكر كده وقول لي ايه اللي انت لاحظته. لاحظت ان في حاجات بالجرامات اهي، زي الرز قصير ده قصير الحبة، وبرضو زي السكر الناعم دي بالجرامات، وبالتالي تبقى دي تبع ايه؟ تبع الكتلة. الدرس اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت الكيلو جرام وجرام. طب في بقى ملي لتر اهو، 500 بتاعت المية، و750 بتاعت حليب البارد، والخمسة بتاعت الفانيليا 5 ملي لتر، وال500 ملي لتر. اذا المكونات اللي بتقاس بتقاس بالكتلة هنا، ايه اللي بنقيسه بالكتلة؟ هو كل اللي فيه جرامات، اللي هو 100 او الوحدة 100 جرام من الارز قصير الحبة، دي على طول كتلة. طب وبرضو 100 جرام من السكر الناعم، دي برضو كتلة. طب لو نزلت على المسألة اللي بعدها، عايز المكونات بقى بتاعت السعة اللي هنا، كل اللي تحته او اللي جنبه ملي لتر، 500 ملي لتر من المية، 750 ملي لتر من الحليب البارد، 5 ملي لتر من الفانيليا، 500 ملي لتر من الحليب بتاع جوز الهند، دول كلهم من او سعة، يعني بتقاس بالسعة، نقول عليها بالسعة. لكن دي كانت بتقاس بالكتلة. طب الكتلة جرامات وكيلو جرامات طبعا، لكن هنا ما عنديش كيلو جرام في المكونات بتاعته، والملي لتر واللتر ده بتاع الايه؟ السعة. طب ادي 500 من المية، وعندي برضو غير ال 500 من المية عندي 750 من الحليب البارد، وعندي الخمسة من الفانيليا، ملي لتر من الفانيليا، و500 ملي لتر من حليب جوز الهند. تقدر تجمع لي المكونات كلها بالملي لترات واللترات، يعني نجمع دول على بعض كده اهو، طبعا دي حسبة بسيطة، تجمع دول كده على بعضهم جمع عادي، هتلاقيه طلع لك ايه؟ 1755 ملي لتر، لان هو كله ملي لترات، فهيطلع بالملي لترات، تمام كده؟ طب طبعا انا هستبعد بقى هنا الجرامات المفترض يعني، فهيبقى الناتج بتاعي لو قلت ملي لتر هقول ايه؟ هقول 1755. طب ده كلام جميل. برضو عندي هنا ايه؟ عندي لتر واحد اللي هو الالف ده هيبقى لتر واحد، وال 755 هي الملي لترات. واضح الكلام؟ يعني ما فيهاش اي مشاكل، وزي ما احنا شايفين درسنا بسيط وسهل ما فيهوش اي مشاكل. تعال الجزئيه الثانيه بقى، اللي هي عمليات التحويل المتعدده الخطوات، دي ناخد فيها ربع ساعه، يعني مسائل فيها اكتر من خطوه. يعني مثلا بيقول لي اسره شربت لتر واحد و500 ملي لتر من العصير في وجبه الفطار. طب كان عندهم كام؟ كان عندهم 3 لترات من عصير البرتقال قبل ما يفطروا، عايزين نعرف الباقي قد ايه. هم عندهم لتر واحد و500 ملي لتر، دول اللي هم شربوه، لكن كل اللي موجود كان عندهم قبل الفطار 3 لتر، عايزين نعرف اللي فاضل قد ايه. ما اقدرش اطرح الا لما يبقوا النوع واحد، هنا لترات والوحده واحده، يعني هنا لتر واحد وهنا ملي لتر، لازم اخليهم كلهم ملي لترات. يعني اقول اللتر الواحد اللي هو 1000 ملي لتر اجمعه على ال 500 ملي لتر هتديني 1500 ملي لتر. طب الكل كان كام؟ الكل 3 لتر، وعايز اطرح يعني ايه 3 لتر؟ خليهم كلهم ملي لترات، هيبقى 3000 ايه؟ لتر، ملي لتر. طب انا
ممكن احلها بطرح عادي، اطرح ال3000 ناقص دي وخلاص، وممكن ان انا اعملها من خلال الشريط بتاعي زي ما شفنا الشريط قبل كده، فبيديني هنا المجموع الكل بتاعي كام؟ 3000 مللتر اللي هو 3 لتر. طب وهنا كام اللي شربوه؟ اللي شربوه عندي اللي هو 1500 مللتر، والباقي ادي له رمز لان ده متغير، A B C اي حرف. طب عشان اجيب ده بعمل ايه؟ بطرح ده ناقص ده، هتطلع الاجابة بتاعتي على طول طرحه اهو، 3000 مللتر ناقص 1500 مللتر اديني 1500 مللتر. لو شفت المسألة اللي بعدها، خزان الوقود في السيارة بيتملي ب 20 لتر و 500 ملي لتر، على طول احول الى ملي لترات. ال 20 ب 20000، وهنا في 500، يبقى 500 يبقى 20500، تمام؟ ده اللي بتتملي بيه الايه الخزان بتاع الوقود. بعد ما خلصوا اليوم لقوا ان فاضل في البنزين بتاعهم 15 لتر و 255 ملي لتر، برضو حولهم الى ملي لترات، دي 15000 وعليهم ال 250، تمام؟ يبقى 15250. طب عايز اعرف اللي استهلكناه في اليوم قد ايه؟ اللي فاضل هو ال 15 لتر 250، والخزان كله كان 20500 لتر. هيا استخدم يا اما برضو الشريط بتاعي، يا اما اطرح عادي اقول ال 20500 اللي هي دي ناقص ال 15250 واطلعها، يا اما اذا كنت عايز امشي خطوات بالشكل ده اعملها هنا الكل، يعني ممكن تقفله ما فيش مشكلة يعني، بس اختصار للوقت يعني. هنا 20500، واللي فاضل من البنزين 15250، يبقى اللي انا عايزه هو المتغير بتاع المجهول اللي هو A او B او C. اجيبه ازاي؟ اجيبه بطرح ده ناقص ده، وبالتالي هتديني الاجابة بتاعتي لما اقول 20500 ملي لتر ناقص 15250 ملي لتر هتديني 5250 ملي لتر، تمام؟ فيها اي مشاكل حبيبي؟ بسيطة جدا، وحاجات كلها يعني خدناها الشريط والمجهول اللي فيه والكلام ده كله. طب عندي حوض سمك بتملكه ضحى، بيحتوي على في جواه 5 لترات مية و 245 ملي لتر. يعني ايه؟ يعني على طول تحويل هتبقى 5245، ده المية اللي فيه 5245 ملي لتر. طب ده كلام جميل. بيقول لي الحوض ممكن ان هو يحتوي على 10 لترات من الميه، يعني الحوض بتاع السمك ده يشيل 10 لترات. 10 لترات يعني ايه؟ يعني 10000 ايه؟ ملي لتر. طب اعمل ايه عشان اجيب اللي محتاجين نضيفه فوق ال 5 لترات و 245 ملي لتر عشان الحوض يتملي؟ ابدا احول الخطوات بتاعتي زي ما قلت، اشوف ال 5 لتر وال 245 هتديني كام؟ 5 لتر ب 5000 عليهم 245، يبقى 5245 ملي لتر، تمام؟ واشتغل بالجدول بتاعي عادي خالص اللي هو الشريط بتاعي، واحط اللي المفروض يكون في الحوض كله اللي هو 10 لتر يعني 10000 احطها فوق، واحط اللي حطيته ضحى اللي هو 5245، واجيب الاي او البي بتاعتي المجهوله اطرح ده ناقص ده، برضو هتديني الاجابه بالشكل ده، 10000 ملي لتر ناقص 5245، لما اطرح هتطلع لي 4755 ملي لتر. افرض ان هو قال لك خليهم لترات وملي لترات، هيبقى 4 لتر و755 ملي لتر، يعني اللي في الالاف هو اللترات لان هو في الايه؟ في الالاف، يبقى لترات. طب ده حوض السمك اللي بيحتوي على شعاب مرجانية، شعاب مرجانية اللي هي بتبقى موجودة في قاع البحر يعني. طب دي صفحة 117، تعال نشوف فكر صفحة 118. بيقول لي عايزين نراجع لغة الرياضيات. احنا دلوقتي قدامنا جدول، الجدول ده بنسميه مخطط المصطلحات قياس الايه او مصطلحات القياس، يعني مخطط رئيسي. هتلاقي المس او المستر مجهزه لك فاضي زي ده وموجود عندك في الكتاب. هنبدا نشوف هنملاه ازاي. هتحط كل وحدات الطول اللي انت درستها هنا، طبعا اللي مر عليك في تانية وتالتة،
واللي احنا عملناه المراجعه الدرس الاول والثاني، وبرده بتوع الكتله نحطهم والحجم. طيب يعني هنا تحط الكيلو متر والمتر والسنتيمتر الديسيمتر والسنتيمتر والمليمتر، دول تحطهم يكفي. لو عايز تضيف ماشي، الكتله الكيلو جرام والجرام، الحجم والسعه اللي هو احنا خدناهم وقلناهم دلوقتي، اللتر والمليلتر، والوقت بقى اللي هو اليوم والساعه والدقيقه والثانيه، الحاجات اللي مرت عليك. لكن احنا لو بصينا للجدول اللي سبق لنا ان احنا شفناه بالشكل ده، لاحظ ان الوحدات اللي فوق، اللي فوق ده ايه، هي بتاعت الطول اللي هي بتاعت العمود الاول اللي هو الكيلومتر والهكتامتر والديكامتر. طب هنا ايه، ايه الوحده دي بالنسبه للعمود الاول بتاع الطول؟ الوحده بتاعتنا هي المتر، يعني بلاش كلمه الوحده دي، نكتب هنا المتر، ودي بتاعت الكتله الوحده بتاعته الجرام، ودي بتاعت الحجوم او السعه اللي هي اللتر. طبعا الهكتومتر والديكامتر والكلام ده هناخده بالتفصيل برضو الدروس اللي جايه عشان ما نوجعش دماغكم بيها، بس انت ايه اكتب اللي انت فاهمه. يعني عندك هنا مثلا تكتب كيلو متر ومتر وديسيمتر وسنتيمتر ومليمتر، ده في العمود الاول. طب والعمود الثاني حط الكيلو جرام والجرام بس، عايز تحط الهكتومتر الهكتوجرام والديكا جرام مفيش مشكله، وتكمل ديسي جرام وسنتي وسنتي جرام وملي جرام مفيش مشاكل. برضو في وحده السعه هنا احط الكيلو لتر او احط اللتر على طول والملي لتر الاختصار بتاعهم. عايز تحط الكيلو لتر ولا هكتو لتر والديكا لتر، وزي ما شرحنا قبل كده كل واحده فيها 10 من اللي قدامها، يعني الكيلو لتر ده في 10 هكتو لتر وهكذا، واحنا ماشيين كل واحده فيها 10 من اللي قدامها، يعني دي اصغر حاجه ودي اكبر حاجه. ونعمل الجدول نكتب فيه الوحدات اللي احنا قلناها دلوقتي او اللي احنا اتعلمناها في تانية وتالتة والدرسين اللي فاتوا. هنا بقى عايزين نحول 10 لترات يبقوا بكام؟ بس خد بالك احنا عايزين لترات وعايزين ملي لترات. بص للاتنين كده هتلاقي هنا في 10 لتر وهنا في ايه؟ 1000 يعني 1 لتر، وهنا 10 يبقوا 11. طب 11 وعليهم كام؟ 495 اللي هم لترات الملي لترات، يبقى هنا 11 وهنا 495. طب لما يقول لي 8 لترات هشيل منهم 2000 ملي لتر يطلع كام لتر؟ طب الاول نشوف دول هيطلعوا كام لتر، لان هو عايز لترات كله، يعني هخلي دي لترات هتبقى كام؟ هتبقى 2 اللي في خانه الالاف. هقول 8 ناقص 2 تديني ايه على طول؟ تديني 6 لتر. تمام حبايبي؟ طب تعالى برضو نشوف الصفحه اللي بعدها، صفحه 119، بيقول لي كمل الكلام ده. يلا كده وفكر، عايزه ملي لتر يبقى احول الكل ملي لتر، دي 4000 وعليهم 234 هتبقى بالشكل ده. طب هنا 19000 مش كده، وعليهم 400 324، يبقى 19324. هنا بقى خدوا بالكم، بيقول لي ما يلي مستخدم الملي لترات. انا عندي هنا 23 لتر وعليهم 3244 ملي لتر، فسر دي ازاي؟ افسرها بان دول 3 لتر وهنا 23 يبقوا 26 مش كده؟ 26 ايه؟ لتر. طب وكام عليهم؟ و244 اللي هو الملي لتر، يعني ممكن نقراها 26000 عشان عايزها ملي لترات، يعني دول ملي لترات. انا سهلك الموضوع، بلاش اللي انا قلته، خد الاسهل ده. ده كده اهو شايفه ملي لترات، خلي دي ملي لترات هتبقى 23000، اجمع عليهم دول هيبقى 26244، زود عليهم لترين قد ايه؟ لترين 2000 و50 ملي فوق منهم يبقى 2050، مش كده ولا لا؟ يبقى الاجابه بتاعتي هتبقى عباره عن ايه؟ ان ال 26 ال 23 وال 3 قلنا عليها اهو 26244، هزود عليهم الاثنين لتر اللي هم ال 2050 هيديني 28294 عشان هو عايزهم ايه؟ ملي لترات. طب تعال نشوف اللي تحتها نفس الفكره بس ايه؟ بس طرح. طب انا عندي هنا 13000 وهنا عليهم 200 يبقى 13200 مش كده؟ هنا عندي 3000 وعليهم 100 يبقى 3100، واعمل عمليه طرح هتبقى بالشكل ده، 13200 هنقص منها ال 3100 هتديني على طول ال 10100 مللي لتر.
تمام، مفيش اي مشاكل فيها، مسائل سهله وبسيطه جدا، بس عايز تركز وانت بتحول من الايه من اللتر للملي لتر. طب هنا بقى عشان نطمن ان انت فهمت الدرس كويس، وقف الفيديو، امسك الاربع مسائل حلهم وارجع لي تاني عشان تشوف الاجوبه بتاعتك صح ولا لا. كل مساله عليها درجتين ونص، وقدر مستوى فهمك في الدرس بتاعنا. خلاص، طب نشوف الاجوبه. 21 لتر وعليهم هنا لترين، هيبقوا كام؟ هيبقى 22 23 لتر، وفوق منهم كام؟ 800 مللي لتر. يبقى دول بكام؟ دول 23 لتر، يعني 23000، وعليهم ايه؟ وعليهم 800، يبقى 23800. طب تعالى نحسب دي كده، دي 4 لتر، خدوا بالكم دي لوحدها، وبعدين دي ناقص دي، طب دي كام مللي؟ 485 ناقص كام؟ 323. طب اطرح دول كده من بعض، شوف هيطلع لك كام؟ هيطلع لك 162. 162 ايه؟ ملي لتر. وفي ايه فاضل هنا؟ في اربعة لترات هتفضل زي ما هي، عشان دي ما فيش لترات هتتشال منها من هنا، يعني هيفضل لك كام؟ هيفضل لك الاربع تلاف وال 162. ال 162 اللي هي طرح الايه؟ الملي لترات، والاربعة لترات اللي هي ب 4000 هتفضل زي ما هي، يعني هتنزل اربعة ما فيش حاجة تشيلها منها، تنزل الأربعة وتطرح دي ناقص دي، طبعا الأربعة بالآلاف لأن احنا عايزين مللتر، يعني 4000، وتطرح دي من دي هتجيب لك 162. طب حل المسائل برضو بتاعت التحويلات دي، دي هنحولهم لإيه؟ ما ينفعش نحولهم للترات لأن دي أصغر من اللتر، ما ينفعش تتحول، فنحول دي إلى مللترات بكام؟ ب 11000، وأضيف دول عليهم يعني 11342، تمام كده؟ طب دي برضو نفس الكلام، عندي هنا 16000 ملي لتر، كل ده ملي لترات، هنا بقى اعمل ايه فيهم؟ احولهم للترات بال 16 وعليهم الملي لترات اللي هم كام؟ اللي هم 703 و80، 783. يبقى الاجابه بتاعتنا بالشكل ده 16 لتر و783 ايه؟ ملي لتر. بكده حبايبي يكون درسكم خلص، ولقائي دلوقتي مع حبايبي معلمين المادة للفصل للصف الرابع، الدرس الثالث الوحدة الثالثة، الدرس بتاعنا تكملة الفراغات، نظرة عامة على الدرس، بيستكشف التلاميذ الوحدات المترية لقياس السعة، وبيفحصوا مخبار مدرج زي اللي عملناه دلوقتي اللي هو 1000 مللي لتر، عبارة عن ان هو بيشيل لتر واحد يعني، بعد كده بيحول التلاميذ قياسات مختلفة من خلال جداول نحددوا انماط عند التحويل بين المللي لترات واللترات، والتلاميذ بيقروا وصفة بتجمع قياسات الوزن والسعة، وبيحولوا او يعني يحولون بين الوحدتين، يعني اللي في الوزن الكيلو جرام والجرام، واللي في السعة اللتر والمللي لتر. وعند حل المسائل الكلامية في هذا الدرس يجب على التلاميذ اولا ان هم يحولوا الى وحدات شائعة للاستخدام قبل الحل، واخيرا يتحقق التلاميذ من فهمهم لمصطلحات القياس لكل نوع من انواع القياس اللي تم تناولها في الدروس الاول الى الايه التالت اللي احنا شغالين فيه دلوقتي. طب الاسئلة الاساسية للدرس بتاعنا، كيف ترتبط وحدات القياس المترية بعضها ببعض، برضو ما استراتيجيات حل المسائل الاكثر فاعلية وكفاءة بالنسبة لك كتلميذ، اهداف يعني كلامنا هنا للتلميذ، يعني الاسئلة ما موجهة للتلميذ. اهداف التعلم في الدرس ده بيشرح التلاميذ العلاقة بين الوحدات المترية لقياس الساعة، بيحول التلاميذ بين الوحدات المترية لقياس الساعة، برضو المعايير بتاعتنا بيظهر ان هو فاهم للقيم النسبية لوحدات القياس في نظام وحدات واحد، بما في ذلك الطول اللي هو الملي والسنتي والديسي والمتر والكيلو متر والكتلة الجرام والكيلو جرام والطن، والسعة الملي لتر واللتر، والوقت الثانية والدقيقة والساعة واليوم. طبعا ده بالنسبة للمفهوم الاول كله في الوحدة بتاعتنا. برضو بيستخدم العمليات الحسابية الجمع والطرح عشان يحل مسائل كلامية تتضمن المسافات والفترات الزمنية وسعة السوائل وكتل الاجسام والنقود. بالنسبة للكلمات عندنا في الدرس كلمة ساعة وكلمة لتر وكلمة ملي لتر وكلمة حجم، ودي طبعا النسخة الرقمية بتاعتنا. بالنسبة لقائمة الأدوات بتاعتك اللي انت هتجهزها، هتجهز يعني
يعني آنية أو حاوية زي المخبار اللي احنا شفناه بساعة لتر واحد وزجاجة مية عشان نعبي بيها في الحاوية بتاعتنا أو المخبار بتاعنا، وبرضو حاوية تشيل ملي لتر واحد اللي هي زي نقطة القطارة، يعني نجيب قطارة ننزل منها بالملي لتر واحد. بعد كده مخطط لمخبار اللي هو يعني شفناه، بحيث التدريج اللي عليه بالملي لترات، وان الاولاد يشوفوه ويشوفوا ازاي يتدرج، وبرضو في المخطط اللي انت هتحضره مخطط رئيسي كبير لجدول مصطلحات القياس الفارغ اللي احنا شرحناه دلوقتي في الدرس بتاعنا، اللي هو في الطول والكتلة والسعة والوقت، وبعدين التحضير بتاعك هو المخطط الرئيسي لمصطلحات القياس بتاعتنا. ده بالنسبة للنقط أو العناصر الرئيسية. بالنسبة للجدول بتاع التحضير بتاعك، 6 أعمدة، اسم الدرس، الدرس الثالث تكملة الفراغات، المواد المطلوبة قلناها دلوقتي، حاوية بساعة لتر واحد زي زجاجة مية مثلا، وحاوية بساعة ملي لتر واحد زي قطارة، مخطط لمخبار بساعة لتر واحد بيحتوي على قياسات بالملي لترات، ومخطط رئيسي كبير اللي هو مصطلحات القياس ويكون فارغ، وبعدين المفردات بتاعتنا سعة ولتر وملي لتر وحجم، والأهداف بيشرح التلاميذ العلاقة بين الوحدات المترية لقياس السعة، وبيحول التلاميذ بين الوحدات المترية لقياس السعة. برضه فاضل عمودين تانيين الاخطاء والمفاهيم، ممكن جدا التلاميذ يلاقوا صعوبه في تذكر كيفيه التحول او التحويل بين الوحدات المتريه، برضو ممكن يواجه التلاميذ صعوبه في حل المسائل الكلاميه اللي بتتطلب تحويل من وحده لوحده، بتبقى مشكله معاهم. غالبا بيخلط التلاميذ بين وحدات القياس، ما بيبقوش قادرين يفرقوا بين الطول والكتله والحجم، وبرضو بيقارن التلاميذ بين الاعداد في القياسات من غير ما يبصوا للوحده بتاعتها ايه هي. الانشطه بتاعت التقييم التكويني اللي اتكلمنا فيهم كلهم في الدرس، التحدث عن الاعداد اللي اتكلمنا عليها على السبورة، دي مجموعة تمارين تدالهم، تحليل الأعداد وإعادة التسمية، عمليات التحويل ومتعددة الخطوات، ومراجعة لغة الرياضيات والتدريب وتحقق من فهمك. أرجو أن أنا أكون وصلت لحضراتكم الدرس ببساطة ولحبايب الحلوين واستوعبوا. شعار القناة موجود هنا، المسوا هتظهر كلمة اشترك، اضغط عليها زيد العدد واحد اشتركت، لكن اشتراكك غير فعلي، لازم تضغط على الجرس وعلى كلمة الكل عشان تضمن أي فيديو ينزل على قناة محمد عبده يجي لك إشعار بيه. هحط لك هنا قائمة رياضيات كتاب المدرسة، وهنا قائمة رياضيات بكار، وهنا قائمة علوم بكار، تضغط على أي واحدة منهم تتفتح معاك الدروس بالترتيب. ما تنساش جنب عنوان الفيديو هتلاقي رابط قناتي للترم الثاني براعي المبدعة، وقناتي للترمين معلم الرياضيات، لو تضغط عليهم هتدخل عليهم على طول. طبعا يسعدني اشتراكك فيهم وتفعيل الجرس، وبكده يكون وصلنا لنهاية لقاءنا النهاردة. أشكركم مع أطيب تمنياتي بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.